تدي إذا تريد تحتفل باحتفال أو تحزن بحزن، ما هو المطلوب منك؟ تلابد تراجع نفسك، تقف وقفة محاسبة مع نفسك، هل أنا فعلا على خط أهل البيت وعلى خطاهم أو لا؟ هل أنا على الطريق الذي يرتضونه أو لا؟ مؤعماننا في كل ليلة اثنين وكل ليلة خميس على بعض الروايات تعرض على إمامنا صاحب العصر والزمان صلى على محمد وعلى محمد. شيخنا تفضلوا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. أعمالنا تعرض على أهل البيت سلام الله عليهم في كل ليلة اثنين وليلة خميس. لو افترضنا أن هذه الأعمال تعرض على أمك، تعرض على أباك، ويرى فيها بعض المعاصي، بعض الذنوب، بعض الآثام، أو تعرض على صديق من أصدقائك، عندما تعرض هذه الصحيفة ماذا يكون موقفك أمامه؟ كيف إذا عرضت أعمالنا أمام أهل البيت سلام الله عليهم وأمام رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فلا بد أن نلتفت إلى هذا الأمر. الإنسان النموذج، طبعا هو قال الإمام الحسين هو الإمام الحسن سلام الله عليه، وكلهما إمامان إن قام أو قعد. أنا أحاول في هذه الدقائق المعدودة أن أتحدث عن إمامنا الحسن سلام الله عليه، هذا الإمام المظلوم، ظلم من شيعته ومن غير شيعته. ممكن اختزلوا الإمام الحسن، بعض الخطباء اختزل الإمام الحسن في الصلح واختزله في الكرم، لكن الإمام الحسن عندما نقف عند سيرته المباركة نرى فيها ما فيها من الأمور التي نستفيد منها تصلح إلينا. نقف مع بعض كلماته يحدثنا سلام الله عليه عن عناصر الشخصية النموذجية التي عندما يطلع إليها إمام الزمان يفرح بهذه الصحيفة. الآن في العلم الحديث علم يسمى بعلم النمذجة، ما أدري سامعين عنه أو لا. هذا علم النمذجة، كان شيخ حسين يحب الكرة، من اللاعبين المشهورين الآن ميسي مثلا أو راموس أو غيرهم من هاي اللاعبين، طبعا مو خبرة يعني على أساس بعد ما تقولون تلك الخبرة، فيأتون بشخص آخر يقلد كل حركات هذا اللاعب، كيفية مشيه، كيفية ركله للكرة، كيفية حركته، كل هذه الأمور يدرسها، فتسمى بالعملية عملية النمذجة. أنا كيف أكون نموذجا من أهل البيت؟ البعض يكون نموذجا للاعب ما، نموذج إلى مغني مثلا والعياذ بالله، أو إلى رادور، أو إلى غيرهم من ذلك. المطلوب أن نكون نموذجا لأهل البيت سلام الله عليه. نأتي إلى كلمات الإمام الحسن سلام الله عليه في شخصيته، عندما يصف أخا صالحا يقول: كان من أعظم الناس في عيني، وكان رأس ما عظم به في عيني صغر الدنيا في عينه، كانت الدنيا مبسوطة أمامه وواسعة بين يديه، ولكنه لم يجعل الدنيا لنفسه
ثمنا. هذه الدنيا التي تمر علينا هذه الأيام ذكرى أمير المؤمنين الذي يقول طلقتك ثلاثة، لم يجعل الإمام الحسن لهذه الدنيا ثمنا، لا قيمة لهذه الدنيا، هذه الدنيا دنيا زائلة. كان يعتبر الدنيا حاجة تسد حاجاته، عندما تتزوج للحاجة، عندما تعمل لقضاء الحاجة، عندما تدرس أنت لقضاء حاجة، كل هذه الأهداف تريد أن تصل فيها إلى ماذا؟ تصل فيها إلى القربة من الله عز وجل، تصل فيها إلى رضا الله. ولم يعتبرها رسالة وطموحا يسعى إليه، بل كانت الآخرة أكبر همه، وكان يأخذ من الدنيا ما يرفع موقعه إلى الآخرة. احنا حتى في أعمالنا في الحياة، حتى الإنسان إذا بيروح مثلا يزور المؤمنين، يجلس مع أصدقائه، يجلس مع عياله، يجلس مع زوجته، يذهب إلى المدرسة، يذهب إلى العمل، يذهب إلى الجامعة، في أي محطة من محطات هذه الدنيا، إذا قصد القرب إلى الله عز وجل حصل على الثواب. حتى تناول الماء، حتى تناول الطعام، عندما تقصد القرب يكون لها ثواب وتقرب إلى الله عز وجل. أنت ابتعدت عن الدنيا فقط بنية واحدة، بنية القربة إلى الله. فكان سلام الله عليه لا يشتكي إذا أصابه البلاء، بل يصبر عليه، لا يتسخط ولا يتبرم ولا يتأفف، كان أكثر دهره صامتا، ولكن صمته لم يكن عن عجز، ولم يكن كلامه إلا عن فكر، بل كان يصمت فكرا ويتكلم دررا. ولهذا يقولون لسانك حصانك. ونحن أكثر شيء نبتلى به هذا اللسان، هذا اللسان الذي جعل الناس في المهالك، في لحظة غضب تصدر منه كلمة قد لا تحمد عقباها، قد يشتم، قد يسب، قد يخطئ في حق زوجته، يخطئ في حق أولاده، يخطئ في حق جيرانه. بماذا؟ بكلمة غير مسؤولة في لحظة غضب. الإمام يعلمنا الصمت. ثم يكمل الرواية: كان إذا جالس العلماء على أن يستمع أحرص منه على أن يقول. هذه مسألة مهمة. أنا لما أجلس مع إنسان سواء عالما أو أفهما مني أو عصرته الحياة، لابد أن أستمع إليه، أستمع إلى تجاربه. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: العقل عقلان، عقل الطبع وعقل التجربة. هذا إنسان طحنته التجارب، فعندما أتعلم من علمه لا أناقشه، يمكن في فكرة مو سليمة بالنسبة لي أناقشه بأدب. البعض صار يتطاول على العلماء، البعض صار يتطاول على المثقفين والمؤمنين. الإمام سلام الله عليه كان يستمع أحرص منه على أن يقول، كان إذا غلب على الكلام لم يغلب على السكوت، كان لا يقول ما لا يفعل ويفعل ما لا يقول. نحن كم دائما خاصة في شهر رمضان نتوب ثم نعود، نقول لن نفعل، ولا أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. كم نتكلم، نتكلم عن الأخلاق، نتكلم أن لا يكون الإنسان كاذبا، نتكلم عن تلاوة القرآن، نتكلم عن الدعاء، نتكلم عن
معاملة مع الجيران، معاملة مع الزوجة، لكن عندما أكون لوحدي تراني بعيدا عن ذكر الله عز وجل، فأنا أقول ما لا أفعل. أمير المؤمنين الإمام الحسن يعلمنا أنه يقول ما يفعل. أنا أطلب من الناس أن يختموا القرآن وأنا لا أتلو القرآن، وويلي. من مسألة المسألة مو بالكلام، لا، المسألة بالفعل. كان إذا غلب على الكلام لم يغلب على السكوت. نحن كم نتجرأ عندما نهزم في الكلام؟ نتجرأ على الآخرين، ننتصر لأنفسنا، حتى لو كنا على خطأ لابد أن ننتصر لأنفسنا، خاصة إذا كان في محفل من المحافل. كان إذا عرض له أمران لا يدري أيهما أقرب إلى ربه، نظر أقربهما من هواه فخالفه. الإمام يشوف شنو الأقرب إلى الدنيا، إذا كان هذا أقرب إلى الدنيا يخالفه، يرى ما هو أقرب إلى الله عز وجل. فهو الإمام سلام الله عليه كان لا يلوم أحدا على ما قد يقع العذر في مثله. احنا يجون لنا يعتذرون، تأتي الزوجة تعتذر إلى زوجها، يأتي الجار يعتذر إلى جاره، يأتي الأخ يعتذر إلى أخيه فلا يقبل عذره، وتأتي ليلة القدر وتقول يا رب ارحمني واغفر لي. كيف تريد أن يغفر لك رب الأرباب ولم تغفر لعبد من عباده؟ من أراد الرحمة فعليه أن يرحم الآخرين. ارحم ترحم. أيضا من النقاط التي في حياة هذا الإمام العظيم، كان من كلماته يوصي بأن يتشاور الناس في أمورهم، سواء كان هذا الأمر يتعلق بحياتهم الخاصة بما تختلف فيه الآراء أو بحياتهم العامة، حيث على الإنسان أن لا يستبد برأيه الذاتي ويتحرك على هذا الأساس، رأيي صواب ولا يحتمل الخطأ. لا، مو هاي الكلام، رأيي خطأ قد يحتمل الصواب، ورأيك خطأ أيضا قد يحتمل الصواب. فلا بد من الرجوع إلى أهل الخبرة، حتى لو بتهدم مأتم وبتبنيه لازم ترجع إلى أهل الخبرة. راح تريد تتزوج ترجع إلى أهل الخبرة، مهما بلغت من علم، مهما بلغت من معرفة، أنت تحتاج إلى من هو أخبر منك، تحتاج إلى أن تتشاور معه، لأنها ثقافة عميقة بينك وبين هذا الإنسان. ولذلك يروى عنه ما تشاور قوم إلا هدوا إلى رشدهم، لأن التلاقح الأفكار وتداخل العقول، احنا عقولنا عقول جمعية مو عقول منفردة، هذا العقل عقل جمعي، أنا أكسب فكرة من شيخ حسين، أكسب فكرة من زيد من الناس، أكسب فكرة من أبي، من زوجتي، من أخواني، من المدرسة، من المجتمع، كل هذه الأفكار تتلاقح تصبح عقولنا عقول جمعية. وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. المجتمع وقال عن المجتمع المؤمن وأمرهم شورى بينهم. وفي بعض الأحاديث من شاور الرجال شاركهم في عقولهم، هذا اللي قلنا عنه العقل الجمعي. وقال لبعض ولده عليه السلام يا بني لا تؤاخي أحدا حتى تعرف موارده ومصادره. أي إذا أردت أن تتخذ صديقا،
إذا أردت أن تتخذ إنسانا مؤمنا يشاركك في الحياة لابد أن تعرف مصادره وموارده وتنظر في شخصية هذا الإنسان، لأن هذه الشخصية سوف تقودك إما إلى الجنة وإلى نعيمها أو إلى النار وجحيمها. فأنت لابد أن تختار من يوصلك إلى أين، لابد أن تحدد الهدف، هدفك ماذا؟ إذا كان هدف الجنة ونعيمها لابد أن أختار من يوصلني إليها، هذا هو الهدف الأساسي الذي لابد أن أضعه أمام عيني، لأن الصديق يتطبع بحياته، يتطبع بحياتك، حتى الكلمات التي تنطقها على لسانك. احنا قلنا لأن العقل الجمعي يختزن في العقل اللاواعي كلمات من غير إرادتي ومن غير اختياري، فأرى لساني يتطبع بلسان صديقي. النقطة الرابعة، عنه عليه السلام يريد للناس أن يشكروا نعمة الله، يشكروا نعمة الخالق ونعمة المخلوق، لأن شكر النعمة يزيدها. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ولأن شكر النعمة للمخلوق يشجعه على أن يزيد من إحسانه للناس، فيقول: اللؤم ألا تشكر النعمة. هذا كل اللؤم. هنا أقف عند نقطة مهمة جدا في تصوري، قد البعض لا يتصورها أنها مهمة، ولكن أنا أتصورها نقطة مهمة جدا، وهي سجدة الشكر. هذه السجدة التي باتت لزمن الآباء والأجداد، البعض خاصة الآن بعد في شهر رمضان يمكن فقط يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانتهت الصلاة. أين سجدة الشكر؟ كم تستغرق هذه السجدة؟ ننظر ثواب هذه السجدة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سجدة الشكر واجبة على كل مسلم، تتم بها صلاتك وترضي بها ربك وتعجب الملائكة منك، وإن العبد إذا صلى ثم سجد سجدة الشكر فتح الرب تبارك وتعالى الحجاب بين العبد وبين الملائكة، فيقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي أدى قربتي وأتم عهدي، ثم سجد لله شكرا. رب الأرباب يباهي بكم الملائكة إذا سجدتم شكرا لله. لماذا نحرم أنفسنا من هذه العطايا وهذه المنح والجوائز؟ نحن في كل يوم نذنب، في كل يوم نعصي، نحتاج أن نخفف عن كواهلنا ثقل الذنوب عن رسول الله محمد صلى على محمد. قال في خطبته: وظهوركم ثقيلة فخففوها بطول سجودكم. ليلة جمعة، أي الليلة نسجد بين يدي الله. في الرواية في كتاب المجالس عن محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: إذا قام العبد نصف الليل بين يدي ربه فصلى 4 ركعات في جوف الليل المظلم، ثم سجد سجدة الشكر بعد فراغه فقال: ما شاء الله ما شاء الله 100 مرة، ناداه الله جل جلاله من فوق عرشه: عبدي إلى كم تقول؟
عبدي إلى كم تقول ما شاء الله، أنا ربك وإلي المشيئة وقد شئت قضاء حاجتك. هاي الليلة حبذا أن نجلس أن نسجد بين يدي الله ونكرر هذا الذكر، إحنا محتاجين لهذا الأمر، كل إنسان محتاج. وليلة الجمعة، وإن كان مو محور حديثي أساس ما أخرج عن الموضوع، الله عز وجل ينصب ملكا ينادي: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من طالب حاجة؟ نستثمر هذه اللحظات ولو 5 دقائق. ثم يتحدث الإمام الحسن عليه السلام في مفهوم العزة في النفس الإنسانية ومفهوم الهيبة في واقع الإنسان. بعض الناس يتصورون العزة بكثرة الناس من حولهم، يمكن إمام جماعة ويشوف الناس حوله يعتبر هذه عزة، خطيب منبر ويعتبر ويشوف الناس مليئة بهذا المكان يعتبرها عزة، رئيس ماتم مثلا، رئيس منصب معين يعتبر الناس كلهم شنو عزة. هذه عزة زائفة، عزة لا قيمة لها. أي عزة تريد يا إمامنا؟ يقول: من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فلينتقل من ذل معصية الله إلى عز طاعته. ترى بعض العلماء لا يملك شيئا، إنسانا فقيرا لكن يمتلك عزة الدنيا، تستغرب من أين هذه العزة؟ عندما يطل عليك ترى هيبته، من أين هذه الهيبة؟ هذه كرامة من كرامات الله، هيبة من هيبات الله. فليكن الإنسان عزيزا بطاعته لربه والتزامه خطه، ليكن عزيزا بطاعته لربه والتزام خطه. وهذا ما نستفيد منه من دعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه: وعصمني من أن أظن بذي عدم خساسة أو أظن بصاحب ثروة فضلا، فإن الشريف من شرفته طاعتك والعزيز من أعزته عبادتك. أنا ما أدري في وقت، لو ما أدري الخطيب جاء أساس ما أطول عليكم، يعني أنا قلت لي لو ربع بس شكلي طولت يعني. يلا صلوا على محمد. أنا طبعا ما عندي مشكلة، بس عليكم أنتم أساس ما تقولون مللتكم بعد. ويقول عليه السلام عن العفاف عن محارم الله: يا ابن آدم عف عن محارم الله تكن عابدا. إن عبادة الله، عبادة الله هي الخضوع لله، وأعظم درجات الخضوع أن يترك الإنسان كل ما حرم عليه من في كل شؤونه. ولهذا الصوم البعض يحافظ عليه صوما فقهيا، هذا مطلوب، لكن الصوم المطلوب هو صوم العرفاء. ما المقصود بصوم العرفاء؟ صوم العرفاء هو صوم الجوارح، صوم اللسان، صوم العين، هذا المقصود به صوم العرفاء. فالإنسان لابد أن يترك المحرمات خاصة في هذا الشهر، لأنه أعظم جريمة وأكبر جريمة أن يرتكب الإنسان معصية في هذا الشهر المبارك. ثم يقول سلام الله عليه: وارض بما قسم الله تكن غنيا. الإنسان الذي يقنع بما أعطاه الله عز وجل يكون غنيا، القناعة كنز لا يفنى. والطمع هو الفقر الحاضر،
كما ورد في الحديث لأن غنى النفس هو الغنى، وقد ورد في الدعاء واجعل غناي في نفسي وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما. أيضا من ضمن كلماته سلام الله عليه يحدثنا الإمام زين العابدين بهذا الحديث الطويل، أنا أختصر منه بعض الأشياء أساس أختم. كان أعبد الناس في زمانه وكان أزهدهم وأصدقهم، فكان بذلك يمثل القمة في العبادة والزهد والصدق والأمانة، لأن تلك العناصر الأصيلة في الشخصية، في شخصية الإمام، هي من شخصية وامتداد من رسول الله محمد. أفاضها عليه وأفاضها عليه أمير المؤمنين وفاطمة سلام الله عليها، كان ينطلق في حياته ليتواضع لله في حجه، فكان يذهب في بعض سفره إلى الحج ماشيا، وربما مشى حافيا، ولشدة تواضعه جعل الصحابة الكبار ينزلون من نجائبهم ودوابهم تهيبا وإجلالا له. وكان عليه السلام إذا دخل المسجد يرفع رأسه إلى السماء ويقول إلهي ضيفك ببابك، لأننا إذا دخلنا المسجد فكأننا دخلنا في ضيافة الله لنأكل من مائدته، مائدة الروح والقرب إليه سبحانه، والانفتاح عليه والانفتاح عليه. يا محسن قد أتاك المسيء، هذه الكلمات هي ككل كلمات المعصومين سلام الله عليهم في الاستغفار، في التواضع، في الإخلاص أمام الله تعالى الذي عصمهم في فكرهم وكل سلوكياتهم. كان الإمام سلام الله عليه في هذه الرواية يذكر الموت. ذكر الموت، ذكر الآخرة، ذكر الآخرة هو الذي يحركنا، هو الذي يوقظنا وينبهنا. ذكر الموت له إيجابيات، حبذا أن نجلس في كل يوم 5 دقائق خصوصا قبل النوم لنستعرض الشريط الآتي وليس الشريط الماضي. فالشريط الآتي هو النزول في الحفرة بثوب أبيض. عندما نتذكر الشريط الآتي ونتساءل ماذا أعددنا لذلك اليوم المهول. القبر ليس حفرة من تراب، القبر مركز الأهوال، القبر انتقال من عالم إلى عالم آخر. فلأننا تحت الغطاء الدنيوي نرى القبر من حفرة من تراب، لكن هذا الميت المسكين ينظر إلى القبر فيرى الآلاف المؤلفة من الأرواح، من الملائكة، من الأهوال التي تستعر في ذلك القبر. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه كان يبكي وقت موته وهو سيد شباب أهل الجنة. ما يبكيك يا أبا محمد؟ قال أبكي لخصلتين، أبكي لهول المطلع، أبكي لهول الانتقال من الحياة إلى الموت، مطلع تطلع فيه إلى عالم غريب، مليارات الأرواح واقفة، بعضها سجين، بعضها واقف، بعضها يمشي، بعضها يطير، بعضها ينير، بعضها مظلم، بعضها ناري، بعضها نوري. كل هذه الأمور تحدث في عالم القبر، ولهذا الإمام إذا ذكر الموت بكى، وإذا ذكر القبر
بكى، وإذا ذكر الصراط فبكى. إذن لا بد للإنسان أن يذكر الموت، لأن الموت يحركنا. لماذا يحركنا؟ لأن ننتبه من غفلتنا. مو إذا يقولون إذا ماتوا انتبهوا. الإمام الحسن سلام الله عليه يريد أن يذكرنا أن الموت هو فرار من الذنوب، فرار من المعاصي، فرار من الآثام. الإنسان الذي يريد أن يغير حياته، يريد أن يغير سلوكه، لابد أن يتذكر الموت، ويتذكر تلك الحفرة، ويتذكر عالم البرزخ، ويتذكر الثوب الأبيض، لأننا سوف ننقل قسرا عنا، مجبرين سوف ننقل. احنا نقرأ في دعاء أبي حمزة الثماني للإمام زين العابدين سلام الله عليه، أختم بهذا الدعاء ليتفضل الملا، وأرجو العذر على الإطالة. إلهي ارحم في هذه الدنيا غربتي، وعند الموت كربتي، وفي القبر وحدتي، وفي اللحد وحشتي، وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي، واغفر لي ما خفي على الآدمين من عملي. اللهم بالزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار وتلقائك من جهنم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل ربي على محمد وآله الطاهرين.